السلام عليكم. يعطيك العافيه. في لحم من دكتور؟ تبي لحم عادي ولا في اي بي؟ يلا في اي بي، خلينا نشوف وش هالفي اي بي هذا. قايل لك لحم صالونه، ما قلت لك باكل بكلاب. صايمين قسما بالله ده بنزل بفطر عليك. والسالفه صايمين ترى خلينا افطر عليك. امشي لا افطر. يلا يلا حرك 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 حرك، لا افطر عليك اليوم. يلا 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 تردد. يلا 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 قسما بالله يا هالبشر ورب البيت. والسالفه واحد ما يصوم اليوم، ما يصوم اياكم ابو الشباب. اللهم اني صائم، اللهم اني صائم. نجحت لو ما نجح؟ إذا ما نجح تعال نجي لك واحدة من دينا. شوف واحد اثنين ثلاثة، يلا تعال تعال. ها انت ما كفاها هذولين؟ هذولين بعد يا اخي. ايه بعد؟ خلصني. نجحت لو ما نجح؟ أكثر من كذا أكيد متفوق. أكثر من كذا أجل وش بيكون؟ أبوي ما كنت تقولي لا تصير شاطر في الدراسة وغبي في الدنيا؟ ايه حبك ثمنية صار شاطر في الدنيا غير في الدراسة. معناها ما نجح، معناها تعال خلني اشلخ خاطرك بجميع ما ذكرت. تعال قسما بالله تموت، والله والله تموت. بتشوف هسه ما عند حريقه حريقه وزع بتبحني حلوه. لكم ليه تقوم يا الترمباه؟ قوم. وش عندش؟ الحل على ولدكم الحل عليه. وش فيه؟ داكم يقتل اولاد خلق الله. يقتل اولاد خلق الله؟ اي والله. وين اللي بيقتل اولاد خلق الله؟ داكم يقول عندي سلاح يقول بقتلكم في الغرفه. قسما بالله تموت يا حيوان. شوف انا اطلع من الغرفه دقيقه بس. هات لي لا لا بس. او ما بعدين بشترلش بعدين. الله عاقبنيش عافيه عشان هذه. ولا اقول ما نجحت ال 15 زياده في البتوله. ابوي من جوالك من اليوم رايح ما تشحن بيتك بس سيارتك تشحنك. تمهل ان شاء الله. اسمعي صايم بعد من اليوم وطالع اذا اشوف الشغل شي كهرب ابختش. يا ما ها وش تنباع؟ ابوي ما عنده اهل. كيف ما عندي؟ تاكو عنده اخوات وام، الله ياخذهم في ليله واحده. طيب يسوي لنا ازعاج؟ ودي لاهلي يسوي لهم ازعاج. هذا عجوز النار، هذا ابو عبد الله الحليم. امه تدري ده لو مو ابوي كان زنطه. فلس سهله. في صفقة مكيفات بس من الآن نص بالنص غير دلع تهرج. ابشر. تم تم دندن. شوي 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 ان شاء الله. المهم انا براقب برا هرنين بدي تسم طلعوهم. ابشر. اتفقنا؟ اتفقنا. دندن. وش عندك على باب البيت؟ ما عنديش عمي، هذا بيتكم؟ اي بيتنا. وش واقف تسوي هني؟ اسمع عمي بقول لك
البيت داخل فيه حرامية، أنا واقف أستنى أهل البيت يجوا عشان ودي من الشرطة. ما حد يخدم بخي العمي رياء 100 200 300 جينا للحد تستاهل. كفو عمي. وش قاعد تسوي هني؟ صيانة مكيفات عمي. صيانة مكيفات. سيارتي قيد ضد الجبال ضد الحجر، سيارتي تمشي وسط الرمال والجارية، سيارتي قيد ضد الجبال ضد الحجر، سيارتي تمشي.